للحديث مشاهدينا إذن عن ازدياد مستويات الفقر في العراق، في حين تقول الحكومة إنها نجحت في برنامجها فيما يخص الدعم الاجتماعي. معنا من عمان الخبير والباحث الاقتصادي دكتور صباح علو. مرحبا بكم دكتور صباح. أهلا ومرحبا بكم. حياكم الله دكتور صباح. هل الحكومة برأيكم في الاتجاه الصحيح حسب ما يعني تقول في مجال الرعاية والدعم الاجتماعي في العراق، وعلى أي أساس تقيم دكتور صباح بصفتك خبيرا اقتصاديا مقياس الإخفاق أو النجاح في هذا الجانب بلغة الأرقام؟ حقيقة ما يحصل بالعراق في مسألة استخدام الرساميل العالية والتخصيصات في الموازنات خصوصا لوزارة العمل وبرنامج الحماية الاجتماعية، نلاحظ هناك كثيرا من حالات الفساد التي تعمل على اختراق هذا البرنامج، ولكن ليس الآن وإنما منذ عدة سنوات وبوجود عدة حكومات، ولم تتطرق يوما كما تطرق السيد السوداني في عملية الكشف عن حالة فساد، وهذا شيء جيد، ولكن المعالجة ما زال لغاية الآن لم تتضح ضمن برنامج الحكومة للسوداني. هنا تكمن المسألة الغير واضحة المعالم، أن هناك أكثر من 190 ألف تجاوز على هذه المخصصات والتخصيصات الخاصة بعملية الرعاية الاجتماعية لإنقاذ نسبة كبيرة جدا من العراقيين الذين هم تحت خط الفقر. لذلك نلاحظ وزارة التخطيط سارعت بالإعلان أن هناك نسبة كبيرة جدا من الفقر بالعراق تتراوح بين 20 إلى 25%، ومن المحتمل أنها تختلف من محافظة إلى أخرى، وهذا يشكل لنا عائق كبير جدا في مسألة التنمية ورفع مستوى المعيشة للفرد العراقي وإنقاذه من حالة الفقر المدقع، علما بأن هناك تناقض خطير جدا مع الإيرادات الفلكية التي تدخل العراق والتي تتراوح شهريا بحدود حوالي 9 إلى 11 مليار دولار من إيرادات النفط، رغم كل شكل من أشكال العمل الريعي أو الاقتصاد الريعي بالعراق. ولذلك نلاحظ هناك تلويح من قبل الحكومة بأننا نجحنا ولو بنسبة بسيطة في هذا الاتجاه، ولكن دلائل النجاح لا تتضح في الواقع الحقيقي الاجتماعي والاقتصادي للفرد العراقي. نسبة الفقر تزداد، نسبة البطالة تزداد، علما بأن التخصيصات عالية جدا موجودة في الموازنات للعمل على تنمية مستدامة والقضاء على البطالة أو تخفيض نسب البطالة والفقر المقترنة بشكل خطير جدا في المجتمع العراقي منذ 2003 ولغاية الآن. أيضاً هذا هو دكتور الجانب الخطير صباح الذي لم تدركه الحكومة. نعم. وتحاول أن تقفز على هذه الأزمات الخطيرة، ملوحة بأننا كشفنا أن هناك تجاوز، ولكن بنفس الوقت حققنا لبعض العوائل عملية من عمليات الإنقاذ والدعم للحماية الاجتماعية. إذن هذا يؤكد حديثك دكتور صباح عدم وجود برنامج رعاية اجتماعية متكامل في العراق يراعي هذه الفئات الضعيفة وحتى المتوسطة في العراق، ويؤكد أيضا هناك عدم عدالة في شمول هذه الفئات، وأيضا هناك عدم شفافية وعدم نزاهة في هذا البرنامج تحديدا. إذن الحكومة اعترفت بهذا الإخفاق، ولكن ما النتيجة؟ حقيقة هنا عملية الاعتراف لوحدها كما تحدث دون برنامج هذا لا يعطي إمكانية وضوح في المستقبل القادم أننا نعمل ونسير بالاتجاه الصحيح في مسألة الرعاية الاجتماعية. ولكن أنا أتساءل لماذا الرعاية الاجتماعية تتوسع بشكل كبير
لأعداد كبيرة جدا من العوائل والطلبات المقدمة لوزارة العمل اللاحق، ودون وجود مواقع إنتاجية جديدة توسع وتعمل على امتصاص البطالة التي تعطي نتائج إيجابية في القضاء على الفقر. صحيح. يعني الفقر هو ليس عملية موجودة وتعمل أنت على سدها من خلال عملية الرعاية الاجتماعية، وإلى متى تستمر، وخصوصا إذا حصل أي انخفاض بأسعار النفط التي ستؤثر في عملية التخصيصات للموازنة، ستتم عملية استقطاع هذه المساعدات لهذه العوائل وتعكس لنا اضطرابات اجتماعية واقتصادية خطيرة جدا على الفرد وخاصة على الطبقة الفقيرة. إذن أنت يجب أن تضع على الحكومة والسوداني خاصة في الظرف الحالي أن يعمل على وضع برنامج حقيقي معتمد من قبل الحكومة ومصدق عليه من قبل البرلمان، والتخصيصات أن تكون مضمونة ومؤمنة، والبدء بهذا المشروع مع الاستعانة، هذا جانب جدا مهم، مع الاستعانة بتجارب شعوب أخرى. يعني هي ليست عملية أنه نحن نقدم المساعدات لأن يأكلون ويشربون هؤلاء الفقراء، ونحن لا نعمل على تخفيض نسبة البطالة. هذا هو الجانب الجوهري والأساسي. أنت افتح مشاريع إنتاجية زراعية صناعية خدمية تمتص البطالة، تنخفض نسبة الفقر، وبنفس الوقت تبدأ تقل عملية الإنفاق لهذه الوزارة حول الحماية الاجتماعية التي تسرق، كما أكد السوداني بأن هناك تجاوز أكثر من 190 ألف. هذا هو الخطير الذي لم تتبعه سياسة الحكومة في مسألة تخفيض نسبة الفقر وكذلك أيضا نسبة البطالة، لأنه لا توجد أي برامج وخطط اقتصادية حقيقية. دكتور صباح، أيضا ماذا عن مكافحة الفساد؟ هل تعتقد أنه الحكومات، تحرك الحكومات الآن كانت على قدر ترويجها وخطابها الإعلامي فعلا في مكافحة الفساد؟ حقيقة حاليا هو مع اقتراب الانتخابات هناك محاولات في عمليات الإعلان من هنا وهناك، وإنما عملية انتقائية وليست وجود قواعد أساسية في مكافحة الفساد التي تعكس لنا إمكانيات توفير أموال وإيرادات مسروقة ممكن أن توظف في مكافحة الفقر والبطالة. هذا هو الجوهر، دون وجود برنامج حقيقي واضح في معالجة الفساد، والدليل أن هناك كثيرا من حيتان الفساد البعيدين كل البعد عن أعين القانون وهيئة النزاهة وغيرها من المنظمات التي روجت ووضعت برامج وأعلنت كثيرا من القرارات وغيرها في مكافحة الفساد، ولكن ما زال لغاية الآن لم تتضح هذه العملية ونواتجها الإيجابية، بل عملية الفساد ما زالت متجذرة، وهذه أزمة خطيرة جدا تواجه عملية التنمية في العراق. نحن على أبواب الانتخابات كما تعلم، انتخابات مجالس المحافظات. دكتور صباح، هل تعتقد أن هناك حلولا موضوعية مهمة في جانب الاقتصاد في برامج الناخبين الآن؟ في اعتقادي لغاية الآن لم تتضح البرامج الحقيقية في عمليات الانتخابات للمرشحين من قبل الأحزاب والقوى السياسية. لاحظ، لم تمتلك حتى الأحزاب نفسها برنامج حقيقيا في إدارة الدولة منذ 2003 ولغاية الآن. هذا هو الجانب الخطير الذي لم يتضح، وبنفس الوقت لا يعطي عهدا يتم المحاسبة هؤلاء سواء مرشحين كأحزاب أو قوائم أو كأفراد في ما بعد عملية الانتخابات وترشيحهم إلى مجالس المحافظات ومراقبة سلوكهم في عمليات مختلفة من التنفيذ الحقيقي للبرنامج الذي يمكن أن
يتم عملية وضعها من قبل الحكومة أو من قبل كل محافظة على شكل من الاستقلالية، مع وجود إيرادات وتخصيصات قد تعطي الإمكانية لحالات الفساد أو عدم التنفيذ الحقيقي للمشاريع المعلنة. ولذلك نلاحظ هناك عملية هدر وسرقة تحصل لعديد المشاريع التي لم تنفذ وتسبب لنا خسائر، وبنفس الوقت تعمل على تأخير نمو المجتمع باتجاهات مختلفة على الأصعدة الخدمات، خاصة الصحة، الزراعة، الري، التعليم، خدمات الطرق، النقل، هذه كلها سترتبط بمجالس المحافظات. ولكن هناك تجربة سابقة أن مجالس المحافظات ألغيت لعدة سنوات ولكن تم إعادتها ليس بقرار من مجلس النواب بشكل صحيح وسليم يتفق مع الدستور بعد إلغائه. إذن دكتور صباح اللول، خبير الاقتصادي من عمان، شكرا جزيلا لك.